بسم الله الرحمن الرحيم. اسمي الدكتور عادل عبد الله الفلاح من الكويت، وأعمل في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وكيل الوزارة أندر سكرتري. الحقيقة بالنسبة لهذا المؤتمر وهذا اللقاء الذي تشرفنا بالمشاركة فيه، حقيقة نحن أحوج ما نكون إلى مثل هذا المؤتمر. وبعد ذلك نشكر للحكومة التركية والمؤسسات التي أشرفت على هذا المؤتمر، نشكرها شكرا جزيلا لمثل هذه المبادرة. ونحن اليوم أحوج ما نكون إلى مثل هذه المفاهيم التي تم طرحها في هذا المؤتمر من التعاون بين المسلمين والمسيحيين، وخاصة في التغيرات والتبدلات التي تحدث اليوم في العالم العربي. هذه التبدلات والتحولات أوجدت هاجسا ما عن مستقبل هذه البلدان ومستقبل التعامل مع الأقليات والإثنيات والعرقيات والطوائف وغير ذلك. ويأتي مثل هذا المؤتمر حقيقة ليعالج مثل هذه الإشكالية التي تئن تحت وطأتها كثير من المجتمعات وعبر التاريخ. ونحن كما قلت أحوج ما نكون إلى مثل هذه اللقاءات لكي نحقق التفاهم والتعارف والتآلف والتكاتف، ونكون بعيدين كل البعد إن شاء الله عن الفتن وعن المشاكل التي تحدث بين الأعراق أو الطوائف أو الديانات. فشكرا جزيلا، والكويت على أتم الاستعداد للتعاون في مثل هذا المشروع إلى أبعد الحدود بكل ما تستطيع من إمكانات، لأنها تؤمن إيمانا كاملا بمثل هذه المشاريع، وأن يتحقق للإنسانية يعني الوئام والحب والسلام والتعاون والتكامل وليس الصراع. شكرا جزيلا لقناة A92.